السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في برنامجكم الفقهي المباشر لكل زمان ومكان. وضيفنا فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجال مفتوح لكم كالعادة لإرسال أسئلتكم الفقهية عبر وسائل التواصل المختلفة، سواء عبر البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك، أو من خلال رسائل الواتساب القصيرة، أو بالاتصال الهاتفي على البرنامج عندما تشاهدون الأرقام على الشاشة. فضيلة الشيخ حسين حلاوة، مرحبا بكم وحياكم الله مجددا في هذا البرنامج الذي يتواصل يوميا مع قضايا الناس وشؤون دينهم في هذا الشهر الفضيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييك أخي الحبيب الأستاذ عدنان، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعتق رقابنا من النيران، ونسأله جل في علاه أن يكشف عنا هذه الغمة التي نعيشها وهذه الجائحة التي ألمت بنا. نسأله سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني اسمح لي أخي الحبيب أن نتأسف يعني على ما حدث في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك من حريق في المسجد هناك، وإن كنا إلى الآن لم نعرف يعني تفاصيله، يعني إلا ما وصلنا عبر الأخبار، لكن مأساة الحقيقة إن كانت عن عمد كما قالت الشرطة تكون مأساة كبيرة، وخاصة في هذه الأيام المباركة، وخاصة لأن الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، المسلمون في جل البلاد الأوروبية قدموا نموذجا فريدا الحمد لله في التعامل مع الآخرين. يعني الحمد لله المراكز الإسلامية يعني خرجت عن بكرة أبيها، خاصة المراكز الكبيرة وحتى الصغيرة تقدم ما تستطيع من مساعدات يعني عينية، من طعام ومن شراب وحتى في بعض الأحيان من أموال لأولئك المتضررين، دون النظر إلى دينهم ودون النظر إلى يعني عقيدتهم أو لونهم. فيعني المركز الإسلامي في دبلن، والمراكز في ألمانيا، وفي يعني السويد، وفي سويسرا، وفي يعني في كل البلاد الحقيقة، يعني أسبانيا، إيطاليا، يعني اليونان، يعني هولندا، يعني عندي أخبار عن مراكز كثيرة قدمت وتقدم بفضل الله سبحانه وتعالى ما بين وجبات يعني غذائية عاجلة، وما بين وجبات طويلة الأمد للناس. ويعني وهذا واجب عليهم، ليس منا، لا أستطيع أن أقول منا، أنا آسف يعني، إنما هذا واجب عليهم، يمليه عليهم واجب المواطنة، ويمليه عليهم دينهم قبل هذا وذاك. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ حسين حلاوة، اليوم نتناول موضوع بالغ الأهمية وشغل بال القلوب المعلقة بالمساجد في مختلف بقاع العالم عامة والعالم الإسلامي خاصة، وهو موضوع منع صلاة الجمع والجماعات في المساجد. والناس يعني كل يوم يتضايقون أكثر، وهم يرون بعض الدول تخفف قيودها وإجراءاتها، فتفتح الأسواق وتفتح الأماكن حتى الترفيه للمواطنين كما حدث في بعض الدول، ولكنها يعني تتشدد تماما في السماح بالعودة إلى المساجد أو بفتح المساجد. للأمانة هنالك تجارب في لبنان، في سوريا، على ما يبدو صار في قرارات بعودة ضمن شروط، وحددت الداخلية في قرارها دور العبادة، المساجد والكنائس، بقيود معينة لفتح الأبواب أمام المصلين.
وبحيث أن المكان الذي يسع 100% من الناس لا يدخل عليه إلا 30% منهم. كانت هذه التجربة بدأت من يوم الجمعة، لا أدري مدى نجاحها من غيره، لكن هذا واحد من الأمثلة التي بدأت في بعض الدول العربية لتخفيف القيود المرتبطة بأداء الصلاة في هذه المساجد. فضلت شيخ حسين حلاوة، ما الذي ينبغي أن نؤصل له ابتداء في الحديث في هذا الموضوع؟ لأنه في صرنا كأنه في فريقين، كأنه في فريق مع وفي فريق ضد، في فريق مع فتح المساجد وفي فريق ضد المساجد، فهل هذا التوصيف صحيح؟ يعني دعنا نؤصل لأمرين قبل أن نتحدث عن هذا الأمر. الأمر الأول أن المساجد لها في قلب المؤمن منزلة، وأن علامة الإيمان حب المساجد، وأن علامة النفاق بغض المساجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. وليس يعني بأن قلبه معلق بالمساجد أنه يترك قلبه يعني يخرج من جسد ليعلقه، أو ليس يعني هذا أنه دائم الجلوس في المسجد ويترك أمر أعماله وشؤونه، لا، إنما يعني أنه دائما يهفو إلى أن يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى، دائما يحب أن يذهب إلى صلاة الجماعة وإلى صلاة الجمعة، دائما لا يستريح قلبه ولا يستريح حاله إلا عندما يكون في بيت الله، لأنه بيت الله. بيت الله، أنا عندما أقول بيت حضرتك أنا بستريح لما زورك، أنت لا شك ستسعد وأنا سأكون سعيدا بصحبتي لك. وعندما أقول أنا أستريح في بيت الله، فإن الله يقول في الحديث القدسي بيوتي في الأرض المساجد وزوارها عمارها، كما أن حقا على المزور أن يكرم زائر بيتي، فإن حقا على الله أن يكرم من يأتي إلى بيوتي. وفي سورة النور علمنا الله سبحانه وتعالى أن نوره وهدايته ورحمته تتأتى في بيوتي، عندما قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. كأن إنسانا سأل وأين أجد هذا النور وهذه الهداية يا رب، أين أجد هدايتك إلى نورك؟ فقال في الآية التي تليها في بيوت، الظرفية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المفسرون عندما يفسروا كلمة رجال لا تعني الذكورية هنا أبدا بحال من الأحوال، إنما تعني كل من يأتي إلى بيت الله ويواظب عليها ويتوضأ في بيته ثم يأتي ليصلي الجماعة، ما يرفع قدما ويضع أخرى كما في الحديث إلا رفعه الله درجة وحط بها عنه خطيئة وأعطاه بها حسنة. هذه المكانة العظيمة لا تستطيع أن تمحوها يا سيدي. أنا أعرف قلوبا تبكي يوميا لأنها حرمت بيوت الله سبحانه وتعالى، أعرف أناس يعيشون على الجمر في بيوتهم، ليس بغضا للبيوت وليس كرها لها أبدا، وإنما شوقا لبيت الله سبحانه وتعالى، لأعز وأغلى البيوت في نفس الناس. من هنا يا سيدي يأتي حرص الناس الذين نرى عنهم ونسمع أنهم حريصون على أن تفتح أبواب المساجد، لذلك تراهم بين الحين والحين يتكلمون ويقارنون بين هذه الأسواق التي فتحت وغيرها وبين بيوت الله التي أغلقت. في المقابل يا سيدي النفس العظيمة التي جاء الإسلام ليكرمها وليعزها وليحافظ عليها وليحيطها بالعناية والرعاية، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه النفس التي جعلها الإسلام مقصد من مقاصد الشريعة، وجعل كل شيء دونها يهون، حتى إذا اضطر الإنسان إلى أن يخالف عقيدته من أجل أن يحافظ على نفسه على نفسه، لكن قلبه مطمئن، كما حدث مع سيدي عمار بن ياسر عندما اضطر المشركون إلى أن يقول في رسول الله كلاما سيئا وفي آلهتهم كلاما حسنا، فقال ثم عاد يبكي إلى رسول الله، قال كيف أجد قلبك؟ قال مطمئن والحمد لله. قال له النبي إن عادوا فعد يا عمار. من أجل الحفاظ على نفس عمار قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من أجل الحفاظ على النفس كان إذا جاء مطر ووحل في المدينة كان النبي يأمر بلالا أو عبد الله بن أم مكتوم، يأمر المؤذن أن يقول ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم، من أجل أن يحافظ على الإنسان. المريض ليس عليه حرج أن يصلي في بيته، صاحب الحاجة ليس عليه حرج أن يصلي في بيته، المرأة التي عندها أولاد وتشغل بهم يا سيدي ليس عليها حرج أن تصلي في بيتها، ولها أجر الثواب الجماعة في بيت الله. هؤلاء الطرف الآخر يا سيدي، هؤلاء هم من باب هذا الحرص على النفس، فهم يخافون عليها، يخافون أن تأتي، فكما يقولون تقع الرأس في الفأس كما يقولون، وينتشر المرض، ونتيجة لتقارب الناس، ولأن المساجد ليست كالأسواق يا سيدي، الأسواق في منطلق يعني فضائي، أما المساجد فهي مغلقة على الناس أربع جذر ولها أبواب، والإنسان يسجد مكان أخيه، وقد يكون أخوه الذي سجد من قبل لا قدر الله عنده مرض، فيعني يعديه. من ذلك يأتي هؤلاء حرصهم على أن تبقى المساجد بعيدة حتى يطمئنوا كل الاطمئنان أن هذا الفيروس لم يعد له أثر على الناس بهذه الطريقة، أو أن هذا الفيروس وجد له علاج ليحصن الناس. هذا هو التلاقي بين هؤلاء وهؤلاء، ليس هناك تصارع بينهم، ليس أحدهم يبغض المساجد والآخر يريد للناس أن يموتوا أبدا. لكن فضيلة الشيخ، أزمة الثقة بالحكومات وقراراتها تلعب دورا كبيرا في هذه المعادلة. الناس عموما في دولنا العربية لا يثقون في حكوماتهم، ويرونها في كثير من الأحيان تعمل ضد الإسلام والمسلمين، فكيف له أن يتعامل ببراءة مع قرارها بإغلاق المساجد بينما هي تفتح كل الأشياء الأخرى؟ يعني نحن يا سيدي أمام قضية عالمية، ليست إقليمية، ليست مختصة بدولة دون دولة ولا بمكان دون مكان. بالله عليك عندما يغلق الحرم الشريف في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، وهو يضر على الناس دخولات خاصة في هذا الشهر الكريم، ربما يعني موسم رمضان وموسم الحج كما كانوا يقولون، هذا الموسم يتعايش عليه أصحاب يعني الفنادق والمحلات وإلى آخره. عندما يغلق هذا الحرم هل هذا أمر هين حتى على أصحاب القرار الذين استصدروا هذا القرار؟ أنا لا أعتقد هذا يا سيدي. طيب إذا تركنا العالم العربي في جانب والإسلامي، وهناك شكوك بين الحكومات وبين الشعوب، وإذا جئنا إلى الغرب نفس الطريقة، المساجد لا زالت مغلقة، الناس لا زالوا يعني تفتح الأسواق شيئا فشيئا، لكن لا زال هناك منع أن تفتح المساجد وأن تفتح الكنائس، لا تميز المساجد دون الكنائس. طبعا عفوا هنا فضيلة يعني الشيخ، ما رأيك بمن يقارن الأسواق بالمساجد؟ هل أنت مع هذه المقارنة؟ إذا فتح هذا يجب أن يفتح الآخر؟ خلينا واقعين يا أستاذ عدنان، بعيدا عن الحساسية بين الشعوب والحكومات، أو هذه قضايا صحة، قضايا يعني حفاظ على البدن، حتى لو كانت الحكومات إنما تود من وراء ذلك ما تود، أيا كانت هذه الحكومات دعنا من ذكرها، لكن ما كيف تقارن بين أسواق في الفضاء أو أسواق متسعة ويدخل الإنسان يأخذ بضاعته ثم يخرج، لا يتقابل الناس هكذا،
وبين مساجد يتراص الناس فيها صفوفا بعضها إلى بعض، وبين مساجد يسجد المسلم مكان سجود أخيه، وبين مساجد يذهب الناس إلى دورات المياه ويستعملون الحمامات سويا، ويستعملون أماكن الوضوء أيضا ويلمسونها سويا ويلمسوا الأبواب إلى آخر أشياء. هناك اختلاف حقيقي جذري بين المساجد وبين الأسواق من نواحي شتى لا أستطيع أن أقارنها. ويجب أن أكون محقا فيما أقول، ويجب أن أكون واقعيا ومنصفا. لا يمكن أن تقارن المساجد بالأسواق كما ذكرت. طيب فضيلة الشيخ، رأينا صورا للناس وهي فوق بعضها البعض في الأسواق وغير مكترثين بالتعليمات والأنظمة، فيقول لك يعني شوف هاي الأسواق فوق بعضها الناس. طب وإحنا في المسجد مستعدين ننظم أمورنا ونخلي نعمل مسافات بين كل مصلي والآخر، لماذا التشدد ضد المسجد؟ الخطأ لا يبرر بالخطأ. إذا وجدت إنسانا يخطأ فلا يكون ذلك مبررا لأن أخطئ أنا. إذا كانت هكذا الأسواق فليس هذا مبررا لأن تفتح المساجد ليكون من داخلها أيضا مثل هذه الأمور. إنما إذا سمحت السلطات وكان المرض قد انحسر والأمور عادت إلى طبيعتها أو إلى قريب منها فلا بأس أن تفتح المساجد كما تفتح غيرها، لكن المقارنة الحقيقة غير عادلة. وزي ما قلت، إذا وجدت أحدا يخطئ أو إذا وجدت مكانا فيه الزحام وفيه كذا لا أقول فلما أنا أولى. لا، لست أنا أولى، أنا علي أن أحافظ لأننا دينا أنا المسؤول. أصحاب السوق ليس علماء، أصحاب السوق ليس فقهاء، إنما أنا إمام المركز أو المسجد، أنا المنوط بي أن أعلم الناس، أن أقول لهم أيها الناس حافظوا على صحتكم، التزموا التعليمات التي تقيكم من هذا الوباء القاتل. أقول لهم أيها الناس إن من يتسبب وهو يعلم في نقل الفيروس القاتل إلى أخيه فيموت أخوه فهو يعتبر في نظر الشارع قاتل. هذه وظيفتي أنا في المساجد أن أعلم الناس، فكيف أعلمهم ثم أنا الذي أكون أول من ينقض هذه التوجيهات وهذه التعليمات؟ ده أنا مع المفروض علي أن أخرج إلى الأسواق أقول لهم أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. أيها الناس لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه رسالة التي يجب علي أن أخرج وأن أقول للناس. لا أقول أنا لست إمعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وفطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، أستأذنك والمشاهدين الكرام، المجال مفتوح لأسئلتكم، نعمل أولوية للأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع لحساسيته وأهميته. إحنا بدنا ننضج حالة من الوعي في التعامل مع هذه المسألة، بعدين أنتم أحرار، كل بيئة لها قرارها، كل بلد له قراره، كل مدينة لها قرارها، كل مسجد، ولكن ضروري كما يقول فضيلة الشيخ ألا يظهر إمام المسجد وألا يظهر الداعية وألا يظهر العالم المسلم وكأنه غير آبهن بحياة الناس وصحتهم. فإحنا بدنا نشعر أنه نحن نهتم للناس، وهذا مش لأننا بدنا نشعر، لأنه هذا واجبنا كذلك. المجال مفتوح، وأنا أحب أن أسمع إذا كان في حدا عنده استعداد يتصل علينا إذا عندهم تجربة من هذا السياق. يعني إحنا سمعنا في لبنان صار في قرار إنه 30%، لو في حدا يحكي لنا عن تطبيق هذا القرار، إذا في حدا إذا في حدا في مدينة أوروبية أو في مركز ما صار عندهم شكل من أشكال التنظيم كيف فعلوا؟ لأنه فضيلة الشيخ يعني أنا مثلا بتخيل مسجد يتسع لألفين مصلي وبيدوا على صلاة الجمعة 2000 مصلي، الآن بدنا ندخل 30% منهم، إذا أنا في 600 شخص بدي أسمح لهم بالدخول وفي 1400 بدي أمنعهم. أنا بصراحة مش قادر أتخيل شو الآلية اللي بهذا الأمر. أحد الأئمة الذين يفعلون ذلك أو يحاولون فعل ذلك أجاب مصليا آخر بأنه الأولوية لمن يأتي أولا،
يعني احنا بنفتح الباب بنستقبل عدد معين بعدين نغلق الابواب. طب احنا اذا صرنا واصلين واغلقت الابواب احنا حنتجمع على الباب، يعني مش فاهم شو رايك بهاي التجربه، او هل عندك اطلاع او قصص بهالمعنى؟ لا، هذه الحقيقه فيها صعوبه في التجربه الا في حاله واحده، وحتى هذه الحاله فيها شيء من الصعوبه ايضا، بمعنى انك انت يعني تقول انا سادخل البعض واغلق الباب دون البعض. بعض الناس يقولون ندخل الشباب ونحرم الشيوخ، وبعضهم يقول الاول فالاول. كل هذه الحقيقه الاحترازيات هي ليست سليمه لدفع الضرر، لكن البعض ممكن يعني اذا سمحت الدول ان يقسم صلاه الجمعه على ثلاث اوقات متباعده مثلا، يعني قسم على ثلاث اوقات متباعده. لكن حتى هذه انا اخشى، يعني من الذي يضمن ان في الوقت الاول مثلا، يعني لو قلنا في كل يعني المسجد يسع 1000 سيقسمه على ثلاث يعني اوقات متباعده علشان ما يكونش هناك تقارب، يصلي جمعه الساعه 10 وجمعه الساعه 12، وعلى المذهب الحنبلي تجوز هذه الصلاه يعني الساعه 10 وجمعه الساعه 1 مثلا او الساعه 2، بحيث يعني يضمن ان الناس خرجوا وانصرفوا وجاء الاخرون. لكن من الذي يضمن لك ان فقط الذي جاء في الصباح 600؟ ليس عندي بيان تسجيل يا سيدي، وليس عندي اتصال بكل مصلي حتى اقول له تفضل الينا وللاخر لا تتفضل. فلا بد من التفكير فعلا وعمل احترازيات يعني مؤكده، يعني حتى تجنب الناس الوقع، لاني لا قدر الله كما يقول الاطباء اذا يعني لو ان بلدا اعلن انه انتهى الامر او قارب على الانتهاء، ثم عاد الناس مره ثانيه وثمت عند بعض الناس الفيروس، سيعود الى الانتشار. على هاي السيرة مانع ولا عاصم. على هاي السيرة فضيلة الشيخ، بلد مثل كوريا الجنوبية ضرب به المثل حتى أمس ليلا، يعني شوف كان مضرب مثل بعملية التعامل مع الفيروس والقضاء على الفيروس إلى حد ما، وعودة البلد إلى الانفتاح تدريجيا ثم إزالة كثير من القيود. شخص واحد أمس كان مصاب بالكورونا، تنقل على عدد من الملاهي الليلية، الأخ لم يكتفي بملهى ليلي واحد، قضى في هذا أكم من ساعة ويروح على ملهى آخر ثم ملهى آخر ثم ملهى آخر، وهو مصاب وتسبب بنقل الإصابة لعشرات الناس. اليوم كل الدول التي تفكر بتخفيف القيود صدمت صباح اليوم بخبر ما جرى في كوريا الجنوبية. وإذا بدنا نتذكر بداية الأزمة، كنيسة واحدة في فرنسا، وبإمكان أي شخص يرجع للأخبار ويتأكد، كنيسة واحدة في فرنسا كان بها 100 شخص من 4 دول تسببوا بنقل العدوى لما يعادل 2500 شخص في 4 دول في العالم، باجتماع هذا العدد المحدود في تلك الكنيسة الصغيرة لوجود مصابين بينهم دون أن يعلموا. بس في المقابل اللي بيقول لك يا أخي إحنا أهل قرية واحدة، ومع القيود ومنع السفر ومنع التنقل بين المحافظات صرنا مثلا 10 أيام ما تسجلت عنا ولا إصابة، ما المانع إنه إحنا نرجع نستأنف العودة إلى مسجدنا، وإحنا أهل بلد في بعض، ما فيش حدا فينا غريب، فيش حدا جاي من برا المدينة علينا أصلا. يعني القضية لا تستطيع أن تعمم، لا تستطيع أن تعمم بين الناس جميعا. يعني لو ثمة قرية مثلا أهلها يعني أنا لا أعرف كيف سيفعلون، لكن أنا الذي أريد يعني أقول لا أستطيع أن أعمم الأمر على كل البلاد، كل بلد لها خصوصياتها، وكل بلد لها يعني ضوابطها، وكل بلد لها قراراتها. أنا أعرف أن في ألمانيا من أمس يعني فتحوا الباب شيئا فشيئا للتجمعات البسيطة، لا أدري كم قدروا العدد، لكن هكذا علمت، وبالتالي بناء عليه سارع بعض الناس يعني إلى فتح المساجد. وإن كان في مثل هذا دعني حتى يعني أقول حقيقة، هناك بعض الناس يريد أن يسارع في فتح المساجد لا لأجل أن يأتي الناس للصلاة، وإنما لأجل أن يجمعوا المال، لأنهم خسروا خلال هذه الفترة
أموالا كثيرة كانت تضر على البيوت. وأنا أحذر من الاهتمام بالمال على حساب النفس، لأن المال يأتي في المرتبة التي بعد ذلك، التي بعد الإنسان. النفس مقدمة، النفس عندنا يعني هي الأولى قبل المال، لأن النفس هي التي تأتي بالمال وليس المال هو الذي يأتي بالنفس. أستأذنك، معنا عبد الله من فرنسا، تفضل يا عبد الله. عبد الله من فرنسا تفضل. عبد الله هل تسمعني؟ طيب خير إن شاء الله. إحنا معك فضيلة الشيخ، المجال مفتوح لأسئلتكم ومداخلاتكم، والأهم كذلك لتجاربكم في هذا السياق، ولا نضيق أيضا اللي عنده أي سؤال آخر يشغل باله في أي مسألة فقهية، أيضا مرحبا به في هذا المجال، يعني لا نريد أن نضيق على الناس. طيب فضيلة الشيخ، أيضا في ذات السياق، الآن نحن ماذا يمكن أن نصنع؟ ومسألة الوباء بعيدا عن الفعل السيء، لكن بالتوقعات العلمية قد تطول، الأزمة قد تمتد. إحنا إجينا على أهم موسم عبادة، شهر رمضان، حرمنا من المساجد، صلاة عيد غالبا راح نصليها أشبه بصلاة الضحى في البيوت. طب وبعدين؟ يعني أنترك مساجدنا خاوية كما يقال؟ الأمر ليس بأيدينا. الإنسان يتمنى أن تفتح المسجد من اللحظة، من أمس، من قبل. ما تمنى أحد أن يغلق بيت الله سبحانه وتعالى كما قلت إلا منافق، لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. ماذا أصنع؟ هل أكون سببا في قتل امرئ فآخذ والعياذ بالله جريمة قتل في رقبتي عندما آتي بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أم ماذا؟ أنا لابد أن أنظر في المصلحة. هناك مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، هناك مصلحة عامة ومصلحة خاصة، هناك يعني هكذا فقه الأولويات. لابد أن يكون نصب عيني وأنا أتخذ أي قرار يتعلق بمثل هذه الأمور. يعني لا يعني لابد أن ننظر كما ذكرت لحضرتك، أن ننظر في الواقع الذي نعيشه. ماذا يقول لنا الواقع؟ هل المرض انحسر ولم يعد هناك شيء؟ هل بإمكاننا أن نصلي صلوات الجماعة حتى لا ننقطع عن المسجد صلوات الجماعة ونعمل؟ لا، هل هذا ممكن أم لا؟ هذا كل التدابير تحتاج إلى أن ينظر كل بلد في 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 أمره. لا أستطيع أن أطبق قرارا عاما على كل بلاد. أنت تعرف يا سيدي أن انتشار الفيروس يختلف من بلد إلى بلد، وأن هناك بلاد قطعت شوطا، وهناك بلاد ابتدأ نذرا لأنها أخذت تجارب الحذر والحجر، ابتدأ الميكروب ينحسر، وهناك بلاد لا زال الميكروب يزداد فيها يوما بعد يوم. فلا أستطيع أن أقول بأن كل البلاد سواء، وعلى كل المساجد أن تفتح، وعلى كل المصلين أن يخرج. لا أستطيع أن أقول هكذا. أنا بهذا لا أكون يعني فاهما لديني ولا عارفا بنصوص الشريعة، يعني من ناحية مبدئية ولا مقدرا لقيمة الإنسان. من ناحية مبدئية، ما هو المرفوض إذن؟ ما هي الخطوط الحمراء في هذه المسألة؟ الخطوط الحمراء يا سيدي أن يكون المرض لا زال منتشرا، وأن تقول السلطات بأن هناك منع للتجمعات وللقاء، ثم يأتي إنسان فيقول أنا سأفتح المسجد من أجل أن نصلي فيه. هذا لا يصح بأي حال من الأحوال. الخطوط الحمراء يا سيدي أن يعني صحة الناس وسلامتهم. نعم، صحة الناس وسلامتهم. طبعا هذا خط أحمر لا شك، هذا خط أحمر. أنا قلت يا سيدي في البدء يعني النفس، قيمة النفس، يعني حتى ده ربنا قال كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. لماذا؟ تقديرا لهذه النفس وإعلاء لها حتى تصان وتحافظ من أن يمسها أحد أو يعتدي عليها. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله المستعان. فضلت الشيخ أيضا من الأسئلة التي تطرح نفسها في مسألة دعاوى العودة إلى المساجد وفق ضوابط، أنك تجد يعني الناس غير مقتنعة بأن الصلاة في المسجد راح تسبب نقل العدوى، لأنهم الآراء العلمية كثيرة ومتضاربة، يعني مرة بحكي لك الأسطح تحمل الجرثومة، مرة بحكي لك لا تحمل، مرة بتحمل الوباء، مرة لا تحمل. ناس تحكي لك طب يا أخي، طب معنا إحنا أدوات تنظيف منعقم المساجد ومننظفها ومنرتبها، ما بيشعروا إنه أن في الأمر إنا. أنا لا أحب أن أقول على الإعلام يعني هكذا علنا أن حال المساجد يرثى لها يا سيدي، حال المساجد في النظافة وحال المسلمين في الالتزام والتقيد أمر يرثى له. أنت لا تستطيع بحال من الأحوال أن تتحكم في الناس في المصلين. أنت يعني أنا لا أريد أن أقول بس في الأيام العادية، أنت بس أسجد كده فانظر شم رائحة الناس وهي داخلة، اللي داخل بشراب أنا آسف يعني رائحته، واللي داخل واللي والمسلمون هم المسلمون، لم يتغيروا، لم يحدث لنا يعني دورة تثقيفية لنتعلم فيها كيف نحن، لازلنا نحن كما نحن. عندما تفتح المساجد ستجد الناس البسطاء هؤلاء الذين يأتون دون متابعة ودون أي شيء، سيدخلون يا سيدي دون. أنا لا أريد أن أقول لك أحد يعني المحلات التي تبيع الأغذية وكذا، يعني أحد المسلمين طلب منه أن يجلس في بيته لأن عنده بوادر وألا يخرج، عنده بوادر وألا يخرج. جاء بزوجته إلى المحل، جاء بزوجته إلى المحل، وذهب وأخذ يدور في المحل وتكلم مع الناس ومع صاحب المحل، وهو لا يدري صاحب المحل أن هذا ممنوع من الخروج. وأخيرا لما علمت السلطات وتتبعت، كان ذلك سبب في إغلاق المحل، وكان سبب في يعني بعض الناس أيضا حجر عليهم من الذين قابلوه، وتسبب في إشكاليات كبيرة. وهو عايز يقول رجل متعلم معه شهادة عالية، والله يا سيدي شهادة كبيرة جدا، ولكن هكذا نعم البساطة اللي عند المسلمين. نعم الحقيقة إحنا ينبغي أن يكون المسلم كما نعلم قدوة حسنة لغيره في التزام التعليمات التي تحفظ سلامة الناس وترعاهم، وحفظ النفس مقدم على أمور كثيرة بحياة المسلم كما نعلم. هنا سؤال والمجال مفتوح لأسئلتكم. سؤال من هولندا يقول صاحبه: السلام عليكم، في المدينة التي أسكن فيها إمام المسجد وفي نفس الوقت صاحبه، لا أدري ما يقصد بصاحب المسجد، سمح بفتح المسجد بشرط أن يصلي 100 واحد فقط، وكل مصلي منهم يأتي بسجادته، ثم بين المصلي والآخر مسافة 1.5 متر. ما رأيكم؟ يعني إذا حدث عندنا شيء من الانضباط، وإذا حدث عندنا شيء من أخذ الاحتياطيات، وكانت السلطات لا تمنع هذا، واستطعنا أن يعني أن نؤطر هذا وأن نتقيد بالعدد بطريقة ما دون أن يحدث أي يعني تجمعات واحتكاكات، أنا ما أستطيع. وأنا عندي بعد إذنك عندي استدراك في هذا، لكن خلينا بعد ما نسمع سعيد من إيطاليا. تفضل يا سعيد. سعيد من إيطاليا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. الله يحييك سعيد. رمضان مبارك سعيد على الكل، أمة سيدنا محمد يا رب. عندي سؤالين للشيخ إن شاء الله يفتينا فيهم إن شاء الله وبحول الله. مع الحجر الصحي هذا اللي نحن نمر به مع الفيروس هذا، نصلي بل 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 يعني نصلي بالعائلة بالعائلة تاعي، مراتي ووليداتي. عندي ولد عمره 8 سنين، هذا السؤال الأول. هو أنا راني يعني الحمد لله نعلم فيه يعني كيفاش يصلي وكيفاش يقيم الصلاة وكيفاش يؤذن إلى آخره، راه يقيم بنا صلاة، هل هذا ممكن أم لا؟ هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني يعني أولادي يعني يصلوا بخلفي، ومرات يعني يتصير فيهم دردشة، يتصير فيهم ضحك مع بعضهم. يعني البنت عندها 13 سنة والثانية عندها 11 سنة، بعد يعني وحتى أنا يخربقوني في الصالة، يعني ما يخلونيش مركز. يعني حتى أنا بعد مرات نخرج من 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 الصالة معهم في 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 الدردشة ونسلم ونعقب نعود نقيم الصالة من جديد ونصلي. هذه في التراويح مش في الفرد، في التراويح في التراويح. وشكرا سنو من الشيخ إن شاء الله. أسألك سؤال سعيد قبل ما تغادرنا. إيش وضع المسجد في المدينة التي أنت بها وموضوع الالتزام بتعليمات الإغلاق وما شابه؟ كله مسكر، ما فيش ولا مسجد يعني بي 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 بيستقبل ولا واحد، كله مسكر بالحجر الصحي. هذا انضباط المجتمع المسلم في مدينتك بهذا الأمر؟ ما كله يعني كله يصلي في بيته، كله يصلي في بيته، ما كنشوفوش يعني حاجة يعني من القبيل هذا يروحوا بالمساجد ولا يمشوا حدا المساجد. كله اللي هو اللي بيصلي راه يصلي في بيته، اللي ما بيصليش الله يجعل ربي يلطف. لا، وبعدين هو إيطاليا بينطبق عليها المثل من لم يؤدبه أبواه أدبه الدهر وصرفه. يعني البداية اللي صارت في إيطاليا كانت مخيفة جدا، خلت أي واحد يخاف. يعني هذا لازم يعني حتى 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 بيقولوا مثلا في 27 المساجد بتحلوا، هذا في 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 خوف، في خوف يعني في خوف. الله اعلم بالروح. في قرار يعني في قرار وشيك انه ب 27/5 تفتح المساجد في ايطاليا. الله اعلم. الله اعلم. ولا انت سمعت يعني ما في ما احنا ما سامعين بحاجه بهادي، ولكن يعني احنا انت قلت رقم 27. نعم، انت قلت قبل قليل قلت الى كنت الى 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 الله سبحانه وتبارك وتعالى يعني فرج عينينا يعني بالبلد اللي انا بنقيم به دابا، لان الحمد لله في اسبوع هذا بيوم الاثنين اللي فايت يعني الناس بتخرج غير بشرط يعني بالكمامه وبال يعني بياخذوا يعني مشدده جدا بالتعليم والتعليم. حياك الله يا سعيد، بارك الله فيكم، نستنوا الاجابه من الشيخ ان شاء الله. مرة أخرى أؤكد إذن أن فضيلة الشيخ حسين حلاوة والمجلس الأوروبي للإفتاء وهذا البرنامج يتبنون جميعا الدعوة للانضباط التام بالتعليمات التي تصدرها السلطات في أي بلد فيما يتعلق بهذا الأمر، وإن كان هناك أي ثغرة أو مخالفة للتعليمات فينبغي أن تكون من أي أحد إلا من المسلم أو من المسجد أو المؤسسة التي تمثل المسلمين. ينبغي أن تكون قدوة بالالتزام حتى لو شعرت أحياناً أن هذه التعليمات جائرة أو قاسية أو قد يكون لبعض المسؤولين أهداف ومآرب أخرى. يعني فضيلة الشيخ حسين، السلطات في فرنسا كان واضحاً وكان في انتقاد صريح لها بوسائل الإعلام، قدمت موعد إلغاء الحظر بما يناسب الديانة المسيحية واحتفالاتها والديانة اليهودية واحتفالاتها، وتجاهلت المسلمين واحتفالات عيد الفطر، وكان هذا الأمر واضحا ومنتقدا بشكل صريح. يعني فإحنا عندنا ممارسات تسيء. بس أنا بدي أرجع بعد إذنك قبل سعيد لعبد الله للسؤال اللي كان أخونا من هولندا. حكيت حضرتك إذا كان في التزام بكل الشروط التي ذكرها، مسافة متر ونص ومئة شخص يدخل إلى المسجد ومراعين عوامل السلامة العامة وعوامل النظافة فلا بأس، لكن ماذا لو كان هذا الأمر مخالفاً لقرار السلطات؟ لو كانت السلطات مقررة أنه لا، وهؤلاء مجتهدين لحالهم وبيشتغلوا على رأسهم، هل هذا لا ممكن؟ أبداً لا أجيز هذا، أبداً لا أجيز، أبداً لا أجيز مخالفة السلطات. حتى لو كانت السلطات هذه من وجهة نظري عندها نية سيئة تجاهي ولا كذا، فهي في النهاية تحافظ على صحتي. أنا في النهاية يعني كما يقولون أنا خلاص إذا أديت ما علي أعذرت إلى الله سبحانه وتعالى، ليس علي ذنب. أنا إذا كنت أذهب للصلاة من أجل وجه الله سبحانه وتعالى وأذهب المساجد من أجل رضا الله عز وجل، فأنا قد فعلت الذي علي. وقيل لي لا تأتي إلى المساجد لأن هناك خطورة على وجودك وهناك خطورة على الناس الذين يأتون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، فأنا التزمت بذلك. يا سيدي لا ذنب علي، بل أنا أبشر الإخوة
والأخوات المسلمين بأن الإنسان عندما يلتزم بمثل هذه القرارات يكتب له أجره كاملا ما كان يأتيه في الصحة والعافية، يكتب له أجر المجيء إلى المسجد وأجر صلاة الجماعة وأجر الاعتكاف لو كان يعتكف وأجر الذكر إذا كان يجلس في حلقة الذكر أو حلقة العلم، يكتب له هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سافر أو مرض، إذا الإنسان سافر أو جاءه مرض كتب له ما كان يأتيه في إقامته وعافيته. يعني من الأجر يكتب له. أستأذنك معنا عبد الله من ألمانيا، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندنا هنا في ألمانيا فتحوا المساجد في بعض المناطق. ماشي جيد. كيف التجربة؟ أنت رحت على المسجد بعد ما تم فتحه؟ والله العظيم التجربة كانت في منتهى ما قاله الألمان من الانضباط وكل شيء كان ممتاز. كيف تم تنظيم ذلك؟ يعني كيف تم تقليل أعداد المصلين؟ وماذا عن أولئك الذين لم يتمكنوا من الدخول؟ عندنا هنا في أوفنباخ من نواحي مدينة فرانكفورت عندنا مسجد اسمه مسجد الهدى. السلام عليكم. نعم نسمعك. عندكم مسجد الهدى؟ عندنا هنا مسجد بالقرب من فرانكفورت اسمه مسجد الهدى. والانضباط كان عندنا نغسل الأيادي قبل كل شيء، والمعقمات موجودة في المساجد. جيد. وعندنا الانضباط في المسجد بالداخل، بنخلي كل متر ونصف. طب أنا سؤالي أخي عبد الله، هذا المسجد بالعادة يعني ما قبل كورونا، خلينا نقول في رمضان العام الماضي، هل كان ممتلئا أم إنه عدد المسلمين قليل والمسجد كبير فيكون في فراغات داخل المسجد أصلا يعني من قبل؟ لا كان المسجد يمتلئ بالآخر. الآن المسجد عم بياخد 30% أو 20% أو 20% أكثر. طيب نعم. 80% الباقيين أين يذهبون؟ نقول لك المسجد يخصص ل 1200 ولا 1100 مصلي، وبهذا 30 اعطى إدارة المسجد اعطت لكل واحد رقم يخص به. وعندنا في المسجد عملوا واحد البروغرام ويصفتوا تمك كل المصلي يصفتوا العدد، مثلا بالتراويح ولا الجمعة من 1 ل 300 ولا 350 قد يحضروا صلاة التراويح. نعم. والآخرين يعني معنى آخر، إذا أنا أردت أن أذهب إلى المسجد علي أن أذهب مبكرا وأصطفي طابور ضمن الشروط، وفي أرقام للمصطفين في الطابور يسمح لمن للعدد بالدخول والباقي يعتذر منه. لا يأتوا العدد، بل عارفين باللي عنده، فهو عارف. طب أنا يعني عارف بيجي ولا لا. فمرة أنا اليوم واحد مسموح لي، غدا غير مسموح لي. نعم. فلذلك نعم. هم عارفين يعني إدارة المسجد بتعرف 1500 مسلم اللي بيصلوا في هذا المسجد، وتواصلت نعم. معهم جميعا ونظمتهم جميعا. والكل واحد يحضر معه الكمامة. تجربة مهمة لكنها أكيد ليست سهلة في أماكن أخرى. ليست سهلة. في عالمنا العربي في بعض الدول العربية إذا المسجد فكر يأخذ أسماء الناس بيحكوا له شو المخابرات طالبين منك تجمع أسماء المصلين. لا هنا كل الإدارة عملت بكل وضوح. وكل واحد يحضر مع السجادة دياله والكمامة. نعم حلو جدا. أشكرك يا عبد الله على بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا لاتصالك يا عبد الله. شكرا. نعود إذا في تعليق على كلام عبد الله بعدين نعود لسؤال سعيد. نعم
لا هو يعني واضح من كلام أخي عبد الله بارك الله في إنهم في مكان يعرف بعضهم بعض. أشبه ما تكون السؤال اللي جاء من قبل أو أشبه ما تكون بقرية أو بحي يعرف بعضهم بعضا ليس هناك. لكن أنت متى تقول لي مثلا في مسجد كبير أنت تعطي كيف من أين تستطيع أن تتواصل مع الناس؟ هؤلاء وهم يأتون من أماكن شتى وبعيدة وتغيرون وليسوا جميعا. ففي يعني في كثير من المراكز ربما تكون هناك صعوبة في أن إنك تدي كل واحد رقم وتقول له أنت من 31 النهاردة ولا من 50 ل60 مش عارف في هذا السياق. طيب سعيد من إيطاليا بيقول هل يمكن أن أصلي خلف الراديو؟ احنا حكينا في أول أيام رمضان لا احنا كنا الصلاة خلف الراديو وخلف التلفاز وخلف يعني أدوات التواصل الاجتماعي كنا هذه الصلاة لا تجوز لا تصح. هذه ليست صلاة جماعة. أنت تصلي بأهلك معلش صحيح تصلي بأهلك. الأخ اللي سأل من إيطاليا قال أنا أصلي بأهلي نعم وتدرب أولادك وتدرب بناتك على صلاة الجماعة وبالعكس يعني هذا يكون جيد يبقى في شيء من التواصل. نعم. سعيد من إيطاليا أيضا بيقول عنده مشكلة لما بيصلي جماعة هو وأولاده بناته صغار يعني احتمال في صعوبة باللغة احتمال مش مستوعبين مسألة. برضو احنا في كثير من الأسر بحكم هذه الجائحة لأول مرة تأخذ هذه التجربة إنها الناس تجلس وتصلي وإلى آخره فبقول لك مرات بيصير يضحكوا في الصلاة فهو بينفعل بعد بيت ممكن أحيانا يقطع الصلاة ويعاتبهم على هذا الأمر ويرد يرجع يصلي وياهم ويسأل عن ذلك كله وأعتقد أنه يحتاج النصيحة في هذا الأمر. أنا نصيحتي أن يراعي كل إنسان يراعي أولاده. أنا إذا عندي أولادي لا يفهموا وأول مرة يصلوا ربما أو صغار لابد أن أراعي السن وأن أراعي الحال. فلا يصح أن أنا أقف وأقربين بجزء مثلا هم أطفال صغار لا يتحملوا فبالتالي سيلعبوا أثناء الصلاة وإلى آخره. هذه واحد. الأمر الثاني أيضا يعني أنني أحاول أن أنبه أولادي إلى أن الوقوف بين هذا إلا شيء يحتاج من الانضباط يحتاج من يعني الأولاد في الفصل الدراسي يعني في عندهم انضباط وعندهم استماع وعندهم وهكذا أحاول أن أفهم أولادي خاصة إذا كان الأولاد قريب البلوغ أو على وشك البلوغ. المشكلة أننا نترك أبناءنا. أنا بشوف بعض الناس يا سيدي يتركوا أبناءهم اللي سنه 8 سنين و9 سنين و10 سنين و11 سنة و12 سنة كمان وأكثر من ذلك والله يأتوا إلى المساجد فيلعبوا ذهابا وإيابا ولا يعتبرون حرمة لبيت الله ولا لأي شيء. لا هذا بيعود في التربية بسلبيات كبيرة. أنا يجب أن أقول أننا الآن سنقف بين يدي الله قبل الصلاة نضحك ونمزح ونلعب ما عندنا مانع. إذا أقيمت الصلاة انتهى الأمر لأننا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما سؤاله الآخر بأن يجعل ابنه الصغير يقيم الصلاة ليس في ذلك بالعكس هذا يعني يجعله يؤذن في البيت يجعله يؤذن إذا لم يكن هناك مؤذن ويجعله يقيم الصلاة وإذا كان الولد حافظ جزء من القرآن ولا شيء من القرآن وطهارته مضمونة يعني بمعنى أنت علمته زي يستنجي وإذا قضى حاجته أو إلى آخره لا بأس أن أقول له تقدم وصلي بنا ركعتين أدربه. لا ليس في ذلك أي شيء بل أنا على المذهب الحنبلي أدرب ندرب البنات حتى وليس في ذلك أي شيء. السلام عليكم. ما الحكم الشرعي في صلاة التراويح في المنزل بقراءة من المصحف وهل تجوز قراءته جهرا؟ نعم لا بأس في ذلك. وقلنا من قبل بأن غلام للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يصلي بها وكان يقرأ من المصحف والقراءة من المصحف صحيحة في النوافل يعني كرهها بعض الأئمة لكن جمهور العلماء على أنها لا بأس إذا قرأ من المصحف ورفع صوته وحرك أوراق المصحف لا بأس في ذلك إن شاء الله. صلاة صح. أنا أشكرك جدا فضلت الشيخ حسين حلاوة على هذه التوضيحات وأشكر كذلك كل من تابعنا وأنا أمل أن نكون قد وضعنا بعض الإضاءات في مسألة الدعاوى التي تنطلق هنا وهناك
للعودة إلى المساجد ضمن شروط وضوابط، وأنه لا يوجد جواب واحد لكل مكان في هذا السياق، الأمور تقدر بقدرها، ولكن الأولوية القصوى لنا جميعا هي في حفظ النفس، وألا يكون عالم أو إمام سببا في أذى الناس أو يعني انتشار العدوى فيما بينهم، مع أنه كان يقصد غير ذلك، فخير العمل أخلصه وأصوبه. أنا أشكرك جدا فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أشكر كذلك كل من تابعنا، على أمل أن نلقاكم غدا بنفس الموعد، هذه أطيب التحيات، في أمان الله. لكل زمان ومكان يأتيكم برعاية الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية إنتربال. كل عام وأنتم بخير، جزاك الله.